الفترة الحالية الحقيقة تعتبر من الأهم بالنسبة للمحاصيل الصيفية، خصوصا أشجار الفاكهة اللي بتتأثر بالعوامل الجوية وارتفاع درجات الحرارة. عشان كده مركز المناخ قدم نصائح إرشادية للمزارعين لتفادي أمراض وتلفيات المحاصيل الزراعية. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. صباح الخير دكتور محمد، بنرحب بحضرتك، منورنا، صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا فندم، ربنا يخليك استاذه جمانة استاذ محمد، كل عام وحضراتكم بالف خير وسلامه. وحضرتك بالصحه والسعاده. دلوقتي يعني دايما بنتكلم على تاثير المحاصيل الزراعيه الصيفيه من اول ايامها بعوامل تغير درجات الحراره. احنا خلاص على ابواب موسم الصيف، في تقلبات جويه وتغير في درجات الحراره، الى اي مدى ده بيؤثر على المحاصيل الزراعيه الصيفيه تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الوقت ده من السنه زي ما شفنا في تقرير هيئه الارصاد وقت متقلب نوعا ما، يعني انا بتكلم ان انا في اواسط بدايه اواسط الربيع، وكان من المفترض بدون تغير مناخ ان يكون الجو معتدل، وده سمه الربيع. عشان كده الاشجار الفاكهه كلها بدون استثناء في الفتره دي بالذات بتكون فتره التزهير وبدايه العقد، وهي فتره حساسه جدا لاي تقلب في المناخ. عشان كده الفترات طويله قبل تغير المناخ ما كانش بيحصل مشكله، وكل اشجار الفاكهه كان بيحصل تزهير وعقد بدون مشاكل. طبعا مع تغير المناخ وبدا الربيع يكون فصل متمرد نوعا ما، ما يكونش فصل معتدل او مهادن او انتقالي بالتدريج ينقل الاجواء من الشتاء البارد للصيف بدون مشاكل، لكن طبعا مع تغير المناخ بدانا نشوف هذه الاختلاف في مظاهر الطقس. يعني مثلا على سبيل المثال امبارح والنهارده في ارتفاع واضح في درجات الحراره بالنهار، وكمان ارتفاع نوعا ما بالليل، من بدايه من بكره هيحصل انخفاض حوالي 5-6 درجات. احنا كل موضوع بنتبسط شويه نقول ان الحر، لا خلاص، لا، عند الزرع الموضوع مختلف تماما، لان ده يعتبر نوع من التذبذبات الحراريه اللي بتاثر على معدلات الامتصاص. الشجره مع ارتفاع الحراره بتاخد على انها تمتص بمعدل معين، تيجي الحراره تنخفض بالليل زي ما هو متوقع الاسبوع اللي جاي كله بكره بالليل درجات الحراره هتنخفض في وادي بحري بالتحديد المناطق المفتوحه، لدرجه ان احنا هنسمع كلمه مائل للبروده تاني وانا في الثلث الاوسط من الربيع. يعني ده غريب على هذا الوقت من فصول العام، وبالتالي في توصيات مهمه جدا. الوقت ده من السنه مش بس اشجار فاكهه، ده اسمه سره الموسم الزراعي. كل المحاصيل المهمه في مصر موجوده دلوقتي، اما في مرحله الحصاد زي القمح والفول البلدي زي البنجر زي المحاصيل الشتويه البطاطس وغيره وغيره والبصل والثوم، او محاصيل صيفيه في بدايه زراعتها زي القطن والذره والرز، المشات البلد تتعمل زي فول الصويا وعباد الشمس، او الفاكهه الصيفيه كلها بدون استثناء المانجا والزيتون والنخيل والعنب والرمان والبرقوق وكل اما الاصناف المبكره اللي طلعت او الاصناف اللي في مرحله مهمه جدا. عشان كده يعني انا بشكر التلفزيون المصري ان يكون وسيله من يعني عنده مسؤوليه مجتمعيه يوصل توصيات مهمه للناس. اهم توصيه نقدر نقولها للناس دلوقتي هو موضوع تنظيم الري. ممنوع مانعا باتا ان انا اعمل فتره طويله ما بين الريات، او ان انا اروي بغزاره. الشجره مش هتتحمل هذا اللخبطه دي في الري بسبب ان الجو اصلا مش سامح معاها. ده النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي هي طبعا سمعنا ان في سرعات عاليه للرياح، وبالتالي اللي حصد القمح وعاود يدرسه يعني يفصل الحبوب عن التبن هيبقى فيه هواء شويه فيعمل له مشاكل، فيفضل بلاش النهارده ونخليها بكره بدايه من السبت نبتدي نعمل دراسه للقمح، خاصه لمناطق شمال الصعيد. انا بتكلم على المنيا والفيوم وبني سويف والجيزه، طبعا دول ياجلوا هذا الامر لبكره ان شاء الله. اشجار الفاكهه كلها بدون استثناء، التوصيه الاهم ان يكون هناك تنظيم للري، واضافه ما يسمى بالفولفيك ونترات المغنيسيوم، ودي هم عارفينها، عشان يعمل تنظيم للامتصاص ما يحصلوش مشاكل بسبب هذه التذبذبات الكبيره في الجو. طيب دكتور محمد، المناخ بيختلف الحقيقه من محافظه لمحافظه، عايز اعرف من حضرتك اليه التواصل مع المزارعين عشان تقدروا تنصحوهم وترشدوهم بشكل افضل، خاصه زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك انه المناخ كمان متقلب، ده غير انه بيختلف بالفعل من منطقه لاخرى. هو مع تغير المناخ بدا يتعمق هذا الشكل، يعني معروف ان مساحه مصر كلها 1 مليون كيلومتر مربع وقع في حيز مناخي مش مختلف كتير، ولكن بسبب تغير المناخ نجد ان في
يعني النهارده وبكره في طقس مختلف تماما في مناطق الشمال الدلتا ومناطق الساحل الشمالي عن وسط الجمهوريه عن جنوب الجمهوريه، كانهم ثلاث مناخات مختلفين، كانهم ثلاث قطاعات مناخيه او ثلاث بلدان، وبالتالي لازم يبقى في توصيات تتناسب مع هذا الشكل من المناخ وتتناسب مع تراكيب المحصوليه الموجوده في المناطق. الحمد لله عندنا وسائل تواصل كتير مع المزارعين من خلال مديريات الزراعه، من خلال كل وسائل الاعلام الموجوده، عندنا قناه زراعيه، عندنا تطبيقات موجوده على المحمول. طبعا الدنيا اختلفت، الزراعه مش بعيده عن التكنولوجيا، تكنولوجيا الاتصالات الموجوده. فالمزارع المصري الصبح تلاقيه على طول بيشوف كل الوسائل اللي من خلالها يقدر يشوف معلومه يشتغل عليها خلال اليوم او خلال الايام اللي جايه، ومن ضمنها طبعا برنامج حضرتك، ملايين المزارعين دلوقتي في طريقهم للحقول. مهم جدا يا دكتور محمد ان احنا نوصل المعلومات مهم جدا الكلام اللي حضرتك بتقوله، ان احنا نوصل المعلومات لاهلنا من المزارعين بكافه وسائل الاعلام وبكافه المنصات المختلفه. وده هيخليني اسال حضرتك على هل في سياسه اعلاميه او خطه معينه بتنتهجها وزاره الزراعه عشان توصل للفلاح المصري والمزارع المصري وتقدم له الارشادات الزراعيه والمعلومات اللي هو محتاجها، وترد كمان على تساؤلاته؟ لانه اكيد بيبقى في تساؤلات كتيره بتدور في راس المزارع حول التعامل مع المحاصيل، استخدام الاسمده والمبيدات، ازاي بتحصل حاله التفاعل ما بينكم كجهه رسميه وزاره الزراعه وما بين اهلنا من المزارعين والفلاحين؟ دي لها مرحلتين مهمين جدا. المرحله الاولى ودي الدولة متمثلة في وزارة الزراعة ومراكزها البحثية بدأت فيها من سنين، ان يكون هناك اصناف في الاصل اصناف متحملة لهذا الشكل من المناخ. انا مش هيفيدني كمزارع ان انا اقول له اعمل كذا والصنف اللي عنده مش متحمل هذا الشكل من المناخ، عشان كده اصناف القمح والذرة، اصناف معظم المحاصيل الحمد لله اللي تم استنباطها هي اصناف مصرية تم استنباطها في خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا. واقدر اقول لحضرتك بقول يعني فقط اللي حصل في قطاع الزراعه خلال السبع او الثمان سنين اللي فاتوا يمكن ما حصلش في تاريخ الزراعه في مصر. وطبعا معروف توجهات القياده السياسيه والحمد لله انها تاكد تماما على ان قطاع الزراعه اصبح قطاع اقتصادي قوي جدا، فده ان انا استنبط اصناف تتوافق مع هذا الشكل. المرحله الثانيه ان يكون هناك معلومه سريعه جدا، وده اللي عملته وزاره الزراعه بانشاء وحده الانذار المبكر في مركز معلومات تغير المناخ اللي على مدار الساعه بيصدر كل المعلومات المهمة جدا لكل المزارعين وكل المناطق وكل التراكيب المحصولية. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ووزارة الزراعة، بنشكرك يا فندم على كل هذه الإيضاحات.